المشاهير. كونوا معنا كل أسبوع يوم الجمعة بين الساعة 9 والعاشرة مع برنامج مع المشاهير. إعداد وتقديم علاء الجوهري، عبر كلام صوت الحلم وراديو المشاهير اللبناني مع المشاهير. مستمعينا الكرام على راديو المشاهير اللبناني، مرحب موجودين نحن اليوم عند الأستاذ بيدرو طرباي بأوتيل سيناتور بطبرجة. من طبرجة حابين هيك نسأل الأستاذ بيدرو، الرجل الأعمال الرائع جدا اللي رجع بلده هيك على لبنان، قديش هيك حلوة إنه يرجع واحد على بلده يعمل هالشي الحلو، ينجح بأوتيل رائع جدا يعني بهالفخامة هيدي، وعم ينافس الأوتيلات اليوم الموجودة الخمس نجوم. خبرنا شوي مسيو بيدرو، نورت راديو المشاهير اللبناني. حبيب القلب، الأوتيل السيناتور الكونسبت تبعوله هو انه الشخص بس يجي على الأوتيل مثل كل أوتيل لازم يكون انه يكون عنده الراحة التامة، نعم، والسيرفيس الأفضل، نعم. الأوتيل فيه مسبح، المسبح بيفتح 24 ساعة من الأوتيلات القليلة بتفتح هيك، نعم. كبر مسبحه كفندق، نعم. ما في منه بلبنان بكبره فندق مش، نعم، شاليات، نعم. مطعمه بيفتح 24 ساعة والمصبغة 24 ساعة، لروم سيربس 24، الخدمة والنظافة هي الأول، نعم، وراحة الزبون، نعم. خبرنا عن فكرة جديدة حتقوم فيها، ما قام فيها ولا أوتيل بلبنان، بتحب تعلم عنا ولا تركها هيك؟ لا بتركها بعدين مفاجأة أكيد. مفاجأة. خبرنا شوي شو بيمتاز أوتيل السيناتور بالسيرفس تبعه عن الأوتيلات التانية، وليه تحديدا اخترت إنه تفوت بمجال الفندقية والأوتيلات كونك بتحبها ودرسها أو بقى نعرف انك مقيم في الخارج، كانوا بتجي وتروح بتجي يعني قبل 25 سنة بفنزويلا. بيي كان عايش 25 سنة بفنزويلا، نعم. حضرتك انا عامل اكتر من 300 سفرة، نعم، برات لبنان، نعم. بارم العالم، وصلت على البرازيل، على الامازون، على النهر، حلو تعدد الثقافات والدول 100%. كمان بيعطي نظرة على الشغل الفندقي بالسيرفس تبعهم، لأنه بنعرف في بلدان كتير بيتميزوا بعدة مثلا بعدة تراديشنز تقاليد تبعهم من ناحية الأكل، من ناحية اليافة، من ناحية كل شيء، فبتاخد نفحة عربية غربية على لبنان هيك، حلو هالشيء. قد ايش ساعدك هذا الشيء بهذا السفر؟ كتير تفتح أفق كتير قوي لا تعرف شو القصص اللي بحاجة إلى البلد، نعم. مع العلم أنه لبنان هو بلد السياحة والخدمات، نعم. هو هيك خلق البلد، نعم. على طبيعة ما في منها بالعالم، نعم. ومش بس الطبيعة، هي قرب المزبوط مثل ما العالم بيقروها بالجغرافيا وبتضحكوا عليها الأولاد بني وصغار، نعم. بس بالفعل ما في أوتيل، ما في مطرح بالعالم بتقدر تتسبح وتطلع على التلج بخلال نص ساعة. كل العالم اللي بسافروا برا بيعرفوا انه هالقصة بتاخد بدها مسافة طويلة ووقت طويل بضيعه، نعم. هلأ من ناحية الأوتيل انا جربت شو في قصص ضعيفة بغير مطرح ان كان بلبنان ولا بالعالم، على البادجت تبع الزبونات ما تكون عالية جدا مثل ما في بعض الأوتيلات، نحن بنعطيهم سيرفيس افضل على سعر ادنى. مثل ما بنعرف انك تشرف على كل شيء الموضوع بس يتم، يعني كل شيء حتى الاكل ادنى تفصيل، ترتيب ما شفنا صار لها 23 عام بغرفه، يعني صحيح ما شاء الله، يعني كثير هيك دقيق القصص هذه، صحيح. بنعرف الشخصيات اللي بتجي كلها فنانين وبعاديز وشخصيات لبنانيه مرموقه ومعروفه من برات لبنان ومن لبنان. نحن كراديو المشاهير اللبناني اليوم سرينا بهال الضيافة الحلوة اللي استضفنا فيها بأوتيلك الجميل، إن شاء الله على أمل هيك
على الامل المديد انه نعمل شيء مع بعض نحن وياك. بشرفنا هذا اوتيلنا بنعتبره. وكونك شاب لبناني فعال ورجل اعمال لبناني ودكتور يعني اسم الله ما شاء الله عليك عم تعمل هالاعمال كلها وعندك هالبزنس الحلو، يعني شو كلمتك للبرا للناس اللي كونك كنت مغترب وجيت على بلدك، يعني كمان شو هيك كلمه بتقولها لها للمغترب اللبناني ولا السايح؟ للمغترب والسايح اللي عم ينتحر. بقدر اقول لهم ما حدا في ياخذ احلى من السيرفيس الموجود بلبنان. ما في مثل لبنان. وما في مثل لبنان. 300 سفره كان في عامل شغل برات لبنان مصر عاملها بالبلد، والبلد لقدام مش لورا. اللي هو شايفه لورا عن جد هو ما ايش عم مزبوط. بيدرو طرباي نورت راديو بشير اللبناني. شكرا لك. حبيب القلب اهلا وسهلا فيكم. ثانك يو.